فتنة الإطار ومحنة التيار، هل ينقد الحياد الناعم الكرد والسنة من مأزق الانتظار؟ يقولون لمن تصير فتنة بين طرفين فالأسلم للمحايد أن يعزل نفسه عنها وينتظر جلاء الغبرة. مدخل يرهم على موقف السنة والكرد مما يمر به الشيعة حاليا. الخلاف الداخلي شديد والشريكين أمام سؤال خطير، هل ينفع الاعتزال في المرحلة المقبلة؟ ملامح الفتنة الشيعية واضحة بعد فوز الصدريين وخسارة الفتح والفصائل والنصر والحكمة، برزت مشكلة من اللي من حقه يشكل الحكومة. الصدريين الفائزين وحدهم لو بالاشتراك مع قوى الإطار التنسيقي. بالتزامن مع هاي الأزمة، مشكلة الاعتراض على نتائج الانتخابات تصاعدت، وكل هذا يجري بخندق الشيعة. لذلك السنة والكرد وصلوا موقفهم مبكرا، لن نذهب مع طرف دون طرف آخر. فيا شيعة، احسموا أمركم وتوافقوا بيناتكم ونحن بالانتظار. فكرة نحن بالانتظار ربما تسببت بزيادة حرج القوى الشيعية وأظهرتها بصورة أطراف تتصارع السلطة. بعض المراقبين هيك يشوفون. لذلك من مصلحة الشيعة الآن نقل الأزمة لشركائهم، لأنه الأزمة لمن تصير أزمة وطنية تنحل أسرع من أن تبقى أزمة مكون واحد. شطار. المهم، بعد تصاعد الأحداث فيما يخص الاعتراض عن النتائج، السنة والكرد بدأوا يتحسسون جيوبهم خشية على مقاعدهم اللي قد تتأثر بإعادة العد والفرز. فما بالك إذا ألغيت نتائج الانتخابات بطريقة أو بأخرى، مثل ما لمحت مبادرة السيد الحكيم. وهنا نجي لمرحلة بدء مبادرات خارج الآليات الدستورية، والمقصود مبادرة السيد عمر. بالنسبة لموقف الكرد المتداول بالكواليس، لا يعترضون على مبدأ الحوار الوطني، وممكن يحضرون مع جميع الأطراف، بس بشرط أن الحوار يتمخض عن مبادرة تحفظ للجميع حقوقهم بحسب القانون والدستور، مو العكس. يعني ما يصير أي نقاش خارج ما أفرزته النتائج. أما السنة فمخاوفهم أكثر، وبدت قبل المبادرة. واللي عرفناه أنه السيد مقتدى الصدر لما قاعد ويا الحلبوسي قايل له أنه عنده رغبة لتذويب الحشد بوزارة الدفاع والداخلية، وهذا الشيء خلى جرس الإنذار يدق لدى السنة، لأنه القصة إذا اشتركوا بيها راح تنعكس عليهم. مناطقهم ما زالت هشة أمنياً، والشيعة ناويين يسووها صراع فيلة بمعرض زجاجيات. الآن هل هناك قلق كردي سني مما يجري؟ نعم، هناك قلق ونص. ومن هالباب هوشيار زيباري علق أنه هاي الأزمة هي الأخطر اللي تمر بالعراق بعد عام 2003. ومن الباب نفسه ممكن نفهم التحركات الأخيرة، لقاء عمار الحكيم مع نجرفان بارزاني، أو تحركات محمد الحلبوس. الخلاصة، طرفي الشيعة مثل فيلين واقفين على جسر وما يتسع إلا لمرور فيل واحد. السنة والكرد وضع معقد وصايرين مثل بلاع الموس، لا العزلة تنفعهم ولا الدخول بالمستنقع ينقذ وضعهم ووضع شريكهم.
الله يساعدكم على هالشريك. حياكم. حياكم الله أعزائي المشاهدين، ورحب بضيوفي الكرام دكتور يحيى الكبيسي الباحث والأكاديمي في الشأن السياسي. مرحبا بك دكتور، ومعي أيضا الأستاذ مسعود حيدر مستشار زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مو من بغداد، من أربيل. مو من أربيل، شي جبل بغداد. أي بس خليني أبدأ مع دكتور يحيى. أولا هاي قصة الحياد اللي واضحة على السنة والكرد، يعني هي أزمة شيعية ولازم السنة والكرد يكونون على الحياد؟ يعني بداية مساء الخير لك ولضيفك الكريم الأستاذ مسعود حيدر ولمشاهدي قناة يو تي في. يعني أولا لدينا تجربة سابقة، تجربة عام 2018 عندما كان هناك سباق بين البناء والإصلاح، وذهبت بعض الأطراف السنية مع هذا الطرف وبعض الأطراف السنية مع الطرف الآخر. كرديا يعني أيضا كانت هناك تفاهمات مع هذا الطرف أو ذاك الطرف في حينها، وإن يكن يعني لم يكن هناك موقف معلن كرديا في عام 2018 تجاه أي من التحالفين الكبيرين، يعني البناء والإصلاح، ولكن في النهاية انتهى الأمر إلى صفقة بين الفتح وسائرون عرت الجميع، وجعلت البعض ينظر إلى بعض هذه الأطراف بعداوة بالغة، لأنه ذهب مع طرف يعني آخر ولم يذهب معه، وبالتالي كانت خسارة حقيقية. لهذا أعتقد أنه هذا الدرس تعلمه الجميع، تعلمه يعني السنة والكرد على حد سواء بالتأكيد. يعني كما قلت الكرد في العام 2018 لم ينخدعوا كما انخدع السنة. يعني في العام 2018 نعم كانت هناك بعض التفاهمات، ولكن لم يكن هناك إعلان رسمي يعني لا من الحزب الديمقراطي في حينها ولا من الاتحاد الوطني أنه سيذهبون مع هذا الفريق أو ذاك، ولكن كانت هناك اتفاقات ضمنية. هذا وضح من خلال انتخابات رئيس الجمهورية على سبيل المثال. يعني في انتخابات رئيس الجمهورية عندما حصل يعني تنافس بين السيد برهم صالح والسيد فؤاد حسين في حينها، كان واضح أن هناك اتفاقات تحت الطاولة بين بعض الأطراف الكردية مع البناء أو مع الإصلاح. يعني كان هذا واضحا، يعني لا نحتاج طبعا. كانت هناك أيضا بعض الخيانات. أستشف أنه أنت جاي تحمل القصة للطرف الكردي. لا أبدا. أنه السنة بدأوا يستوعبون القصة أنه احتمال. لا أبدا، أنا لا أحمل أحدا طرفا. يعني أنا أتحدث بالوقائع. أنا كنت أريد أن أقول ما الذي حدث في العام 2018. طيب أنا أعتقد أن الجميع تعلم الدرس ولا يريد أن يغامر مرة أخرى في الاصطفاف مع هذا الطرف أو ذاك، وهو يعلم يقينا أن كلا الطرفين سائرون من جهة ودولة القانون الفتح من جهة ثانية ومن معهما. بس سؤال دكتور، سيشكلان نواة أي كتلة. ماذا يعني الجميع؟ يعني أستشف من كلامك أكو اتفاق كردي سني؟ ليست هناك، لا يعني ليس هناك اتفاق، يعني هناك لأقول بعض التفاهمات، ولكن ليس هناك اتفاق حتى هذه. ماكو اتفاق يعني، بس أكو خبرة بالتعامل يعني. أنا قلت أنه هناك تجربة سابقة يعني تعلم منها الجميع، ولا يريدون أن يكررون الخطأ نفسه. المشكلة شيعية، يعني هذا الانقسام الحاصل هو انقسام شيعي، ولكن في النهاية هناك انقسام أكبر في العراق. يعني هناك انقسام سياسي حاد في العراق، وانقسام مجتمعي حاد في العراق، وبالتالي لن يغامر طرف بالذهاب مع طرف آخر وهو يعلم أنه في أي لحظة يعني جوهرية ممكن سيكون هناك اصطفاف هوياتي. يعني على سبيل المثال للحصر، لو طرحت يعني
بس أنا من خلال كلامك أنه أنتم منتظرين المكون الشيعي يعني. لا لا لا, 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 لا أولا أنا هنا لا أمثل طرف. لا يعني آسف جدا, كأكاديمي وباحث. إذا تتحدث عن السنة ينتظرون, أنا أعتقد نعم السنة والكرد طيب ينتظرون قرارا شيعيا واضحا. أستاذ مسعود, ما أعرف إذا توافق الدكتور يحيى, يعني خبرة التعامل مع المكون الشيعي يعني وهاي الاصطفاء يعني, بس سؤال, هل هناك مرحلة ممكن أنه الكرد والسنة يقولون لا إحنا لازم نتدخل بيها لو الانتظار راح يستمر؟ نعم, بسم الله الرحمن الرحيم, تحية طيبة لحضرتك وللأستاذ الدكتور يحيى وللمشاهدين الكرام. يعني الدكتور يحيى سرد أحداث 2018 وآلية تشكيل الحكومة, فعلا كان اصطف يعني أو كان هناك اصطفاف ربما غير معلن, لكن بالنتيجة صار توافق داخل البيت الشيعي. ومن البداية احنا أعلناها أنه الكرد لا نصطف ولا نتخندق مع أحد, لأن الانقسام موجود داخل البيت الشيعي والانقسام واضح. لأنه بتقديرنا التخندق مع أحد الأطراف سيؤدي إلى تأزيم المشكلة وتعقيدها أكثر, وسوف لن يؤدي إلى حل. والواقع السياسي الموجود في العراق, هناك بيوتات البيت الكردي والبيت السني والبيت الشيعي, وواقع الحال أنه بدون حسم ملف مرشح رئيس الوزراء, لا رئاسة البرلمان, لا مرشح رئاسة البرلمان ولا رئاسة ماكو محاولات رئاسة الجمهورية, لا يمكن حسمه بالسهولة. أكو محاولات لأنه تعالوا خلينا نشكل شيء, أكو بكل تأكيد يعني التواصل موجود. لا ما تحدث عن التواصل, أقول أكو محاولات, أكو وساطات يعني التيار الصدري الإطار جوكم قال لكم خلي نسوي هيك يعني هيش تشكيل هيش تحالف, أكو هالشيء؟ احنا عندنا تواصل مع جميع الاطراف, وبتقديرنا بدون وصول الاخوه في البيت الشيعي الى تفاهم واتفاق وتوافق, لا يمكن ان يذهب الكرد مع اي جهه بسهوله. لانه حتى يعني انا هاي قراءتي الشخصيه, حتى لو تشكلت الحكومه بدون وجود توافق على المبادره اللي أطلقها سيد عمار الحكيم, هذه أنا لا أعتقد أنه هي مبادرة شخصية. وسيد عمار الحكيم قبل أن ندخل بهذا الموضوع أستاذ مسعود, ليش كلامك وكلام الدكتور وكأنه الأزمة الآن هي أزمة البيت الشيعي, أزمة رئاسة وزراء, ويعني طيب أنتوا وين؟ لأن أستاذ عدنان, مفتاح معالجة مشكلة العملية السياسية بعد الانتخابات الاتفاق على مرشح رئيس الوزراء. بمجرد الاتفاق والتوافق على مرشح رئيس الوزراء داخل البيت الشيعي, أي رئاسة البرلمان سهل, رئاسة الجمهورية سهل, فالعقدة موجودة هناك. والانسداد السياسي الموجود الآن في العراق أنه ماكو توافق وتفاهم داخل البيت الشيعي على مرشح رئاسة الوزراء. بكل تأكيد الزعامة الكردية والزعامة السنية وحتى الزعامات الشيعية أكيد أكو تواصل وأكو محاولات جادة. أنا ذكرت في يعني مناسبات كثيرة, مو فقط على المستوى الوطني, الفاعل الإقليمي والدولي له دور كبير بهذا الشأن. و الفاعل الوطني قد يكون تأثيره جزئي فيما يتعلق بمعالجة مرشح رئيس الوزراء, فيجب يعني أن يكون هناك تنسيق بين هذه الجهات الثلاثة, الفاعل الإقليمي والدولي ثم الوطني, بعدها يتم التوصل إلى مرشح يمثل المكون الشيعي بالدرجة الأساس. طيب. باعتبار رئاسة الوزراء لهم. أيه. ويتم التفاهم مع المكونات بمعنى الأخرى. هذا الكلام دكتور يحيى شوي وجهك عليه, يعني فعلا الأزمة أزمة تشخيص رئيس وزراء,
يعني من يتحدث استاذ مسعود بهاي الطريقه وكانه يتحدث انه الكرد حسمه موضوع راس الجمهوريه. لا لا لا، والسنه حسمه موضوع راس البرلمان. لا لا، اعتقد انه الاستاذ يعني مسعود يقصد هذا، وانما يقصد انه يعني عقده رئاسه الوزراء هي العقده الجوهريه، وقضيه رئاسه البرلمان ورئاسه الجمهوريه تال يعني مساله تالي هذه المساله. هذا لاحقة. الامر الثاني المهم هي قضيه الاصوات. يعني بالنهايه لا الكرد قادرين على تمرير من يريدون من دون الصوت الشيعي، ولا السنة قادرين على تمرير من يريدون من دون الصوت الشيعي. يعني هنا يعني مقاعد وعدد المقاعد وآلية التصويت تحكمك، بحيث يجب أن يكون هناك دور فاعل للطرف الذي يمتلك أكثر عدد من المقاعد والذي يستطيع أن يرجح أي كفة، وهو هنا أتحدث عن الكتلة الشيعية بأكملها. لهذا الموضوع يعني في هذا الإطار. يعني الأمر الثاني المهم ربما يعني أضيف على ما قدمت سابقا، أنه أيضا من تجربة عام 2018، يعني سأقول لك شيء يعني حصل في عام 2018 بوضوح. يعني زي عندما كان هناك يعني نوع من النزاع الصريح ما بين البناء والإصلاح، في لحظة انتخابات رئاسة مجلس النواب ونائبي رئيس مجلس النواب، كان هناك توافق بين سائرون والفتح يعني كطرفين منفردين على أن يذهب منصب نائب الأول لرئيس مجلس النواب إلى سائرون، وتم الاتفاق على تمرير الأستاذ حسن الكعبي باتفاق بين الفتح وسائرون بمعزل عن بقية الأطراف. ولكن الصراع استمر، لأنه عندما جئنا إلى لحظة رئيس الجمهورية كان الصراع ما زال مستمرا ما بين الإصلاح والبناء، لأنه الموضوع ليس موضوعا شيعيا بحتا، كان موضوعا كرديا ونزاعا كرديا. إذن حتى في لحظة أنه تتفق أنت مع أطراف أخرى عابرة للهويات، لا، هناك اصطفافات هوياتية تحدث هنا وهناك. وبالتالي أنا أعتقد هذا يؤكد أنه لا يمكن الوثوق بأي يعني اتفاقات عبر هوياتية في ظل الوضع القائم في العراق. يعني أنا أعتقد هناك وهم وهناك خرافة أنه بالإمكان تشكيل كتلة عبر هوياتية، يعني لتشكيل خرافة أخرى تسمى الأغلبية الوطنية أو الأغلبية السياسية. ما أعرف ليش تصر عليه هيك قصة، خلاص إحنا بلد هوياتي يعني دكتور. هذا ما أريد أن أقوله، لكن لا، لكنهم لا يريدون. لا، المشكلة بس أنا أقول أنه لا أحد يريد الاعتراف. إحنا متوقفين الآن دكتور، أنت تقول إحنا متوقفين عند عقدة الاتفاق الشيعي لاختيار. طيب مثلا لو الكرد يختلفون على رئاسة الجمهورية ما تتوقف؟ السنة لو يختلفون على رئاسة مجلس النواب ما تتوقف؟ لا ما تتوقف. وي؟ ولا تتوقف. يعني خلينا نكون صريحين، لن تتوقف. يعني ستكون هناك اصطفافات أخرى ولكن الأمور لن تتوقف. ما يعنيني هنا أنه ما قلت أنت أنه هناك صراع هوياتي في العراق وهناك بنية حزبية هوياتية في العراق، هذه الحقيقة لا يريد أحد الاعتراف بها. لهذا تجدهم يتحدثون عن خرافات أغلبية وطنية وأغلبية سياسية ومعارضة، رغم أن النظام السياسي لا يسمح بذلك. نحن نظام هوياتي لا يسمح بشيء اسمه أغلبية وطنية أو أغلبية سياسية، ولا يسمح بشيء اسمه معارضة. بالتالي هذه يعني محاولة يعني ما أسميه دائما اللعب على حافة الهاوية لأجل رفع سقف المطالب للوصول إلى صفقة جيدة. يعني الغرض من هذه الطروحات هو ليس الوصول حقيقة إلى أغلبية وطنية أو أغلبية سياسية، الغرض هو رفع سقف المطالب للوصول إلى صفقة جيدة. وهذا يعلمه الجميع يقينا. لهذا حقيقة هناك محاولة للضحك على الجمهور ليس أكثر. لا أنا أقول يعني القوى السنية والكردية وهوامش أستاذ مسعود، بس لا تصيرني مثل حسين علاوي تعوف التليفون الخاطر الله. يلا يا خليك ويا. لا 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 مو احنا والسنة مو هوامش. لا يمكن حكم العراق واستقرار العراق بدون المكون الكردي والسني. طيب حتى لو كان المكون الشيعي لديه مثلا 180 مقعد في مجلس النواب العراقي، لكن وجود احنا كمكونات
مكونات أساسية وجزء مهم، وبدون موافقة الكرد والسنة، يعني حتى لو الإخوة داخل البيت الشيعي توافقوا على مرشح معين يكون بالتفاهم وبالاتفاق والتوافق مع الكرد والسنة، مثلما يكون هناك توافق واتفاق بشأن مرشح رئاسة البرلمان ورئاسة الجمهورية. لأنه مثل ما ذكر دكتور يحيى أنه نحن بحاجة لبعض للتصويت داخل مجلس النواب، فإذا لم يكن هناك تفاهم وتوافق واتفاق لا يمكن تمرير الرئاسات الثلاث. ولذلك نشوف أنه يتم تمرير الرئاسات الثلاث بحزمة واحدة بباكج واحد، لأننا نحتاج إلى بعض، وهذا ترسيخ لمبدأ الشراكة المكوناتية في هذا النظام السياسي الموجود في العراق. لذلك نحن لسنا هوامش، لكننا لا نريد أن نكون جزء من المشكلة داخل البيت الشيعي. الشراكة شيء والحياد شيء أستاذ مسعود، كما نطالب. أنتم حياد الآن مو شراكة. لا 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 لا، احنا ما ماخذين موقف حياد، احنا ماخذين موقف لصالح استقرار العملية السياسية، ولكي نجد جميعا. قد لا تكون هذه التواصلات الموجودة أو التواصل الموجود معلن، هذه التفاصيل مو شرط أنه كلها يتم إعلانا للرأي العام، لكن هناك تواصل وخط ساخن بين الزعامة الكردية المتمثلة بالرئيس مسعود بارزاني مع جميع الزعماء العراقيين، سواء من المكون السني أو من المكون الشيعي. شنو هاي الخط الساخن؟ مثل ما شنو يعني ساخن؟ التواصل موجود، لأنه بالنتيجة يجب أن يحكم هذا البلد، ويجب أن يتم تشكيل حكومة. لا يمكن استمرار يعني الوضع بهذا الانسداد السياسي الموجود إلى عدة أشهر. طيب. هناك 40 مليون مواطن، هناك وضع اقتصادي، وضع سياسي، وضع أمني، هناك دواعش، فيجب أن يعني بالنتيجة نصل إلى حل وتفاهم، وهذا التفاهم يبدأ من داخل البيت الشيعي. طيب، بس خليني أسأل شيء الدكتور يحيى. يعني الآن القوى السنية على اطلاعك أنت اتفقوا على رئاسة مجلس النواب؟ يعني حسب معلوماتي ليس هناك اتفاق نهائي، هناك مفاوضات. يعني هذه المفاوضات يعني هناك أطراف عديدة دخلت يعني في إطار الوساطة حول محاولة يعني جمع يعني قطبي المعادلة السنية، يعني عزم وتقدم ضمن إطار واحد، يعني سواء كانت مبادرات محلية أو مبادرات إقليمية. يعني لحد هذه اللحظة يعني هناك ربما لأقول اتفاق مبدئي، ولكن ليس هناك اتفاق نهائي حول هذه القضية، لأنه هذا الأمر أيضا يعني لديه تبعات أخرى. يعني هناك يعني لأكون واضحا هنا، يعني بعض الأطراف ما زالت تتوهم يعني بين مزدوجين أنه بالإمكان الحديث الإمكان الذهاب إلى فكرة الأغلبية الوطنية أو الأغلبية السياسية، ما زالت تتوهم ذلك، وبالتالي لا تريد أن تذهب في إطار التوافق إلى حد النهائي، هي تريد أن تبقى يعني تتفق مبدئيا من جهة، وتنتظر طبيعة المعادلة الشيعية من جهة ثانية لكي تقرر في النهاية. لهذا أنا أعتقد قبل إعلان النتائج وقبل يعني الوصول إلى توافق شيعي سيحدث بالضرورة، سواء بفعل ذاتي يعني بقناعة ذاتية من الطرفين سائرون، أو بتدخل مباشر من النجف، أو بضغط من إيران. يعني هناك ثلاثة أطراف سيذهبون إلى بالنهاية إلى تشكيل تحالف نواته، كما قلت سائرون من جهة ثانية ودولة القانون الفتح من جهة ثانية، ولا بديل عن ذلك. يعني أي حديث، ليش لحد الآن ما تحدثت عن الإطار التنسيقي؟ ليش تتحدث عن الفتح لا بالنهاية، يعني بالإنهانية الإطار التنسيقي هو مجرد يعني اسم، القوة الفاعلة داخل هذا الإطار هو دولة القانون الفتح. يعني باقي القوة هي قوة صغيرة، يعني نتحدث هنا عن ثلاثة مقاعد، مقعدين، يعني ربما أكبر قوة هنا هي الأقليات، تحديدا المكون المسيحي اللي هي 5 مقاعد، لكن بالنهاية القرار الرئيسي هو قرار دولة القانون الفتح. طيب، يعني وليس بس قرار الإطار التنسيقي ككل. ليش مستبعد
سلطة وسطوة الفصائل؟ لا، أنا لا أستبعد سلطة الفصائل. أنا أقول أنه أولاً أنت موقفي واضح من هذه القضية. أنا دائماً أقول أنه ليس هناك قرار ذاتي لهذه الفصائل. هذه الفصائل قرارها إيراني، وبالتالي هي تنتظر بالنهاية الموقف الإيراني النهائي لكي تذهب معهم. يعني وبالتالي يعني لا أعول على موقف خاص للفصائل بعيداً عن الدور الإيراني هنا. دور الفصائل إيراني، دولة القانون غير. لا لا، دولة القانون لديها يعني استقلالية في القرار. يعني هذا يعني لا أريد أن ندخل في إطار تحليل يعني بس أريد إجابات سريعة، بس أريد توصيفك للإطار التنسيقي. يعني عندنا دولة القانون، عندنا إنه الفصائل، اليوم الفصائل هي اللي إلها الكلمة العليا داخل الإطار التنسيقي. لاحظ أنا جدا واضح في هذه القضية. بالنسبة لدولة القانون، أول دولة القانون هو يعني هي وريث حزب الدعوة، هذا واحد. اثنين، هناك كاريزما للسيد المالكي، والسيد المالكي سبق له أن كان لديه مواقف يعني لا أقول معادية لإيران، وإنما كانت مواقف لا أقول ليست متصالحة مع إيران في يعني خلال سنوات حكم الثمانية، يعني في قضايا كثيرة يعني. لكن عندما أتحدث عن الفصائل لا، نتحدث عن قرار إيراني صريح. يعني لا تستطيع أن تقنعني أو تقنع أحدا أنه كتائب حزب الله أو شيخ قيس أو أبو آلاء الولائي، كل هؤلاء قرارهم إيراني، كلهم ليس لديهم أي قرار ذاتي، لهذا أنا لا أعول على قرارهم. يعني طيب أستاذ مسعود، يعني أكو مبادرة السيد الحكيم، وهو التقى اليوم مع السيد مسعود بارزاني، شنو الحديث اللي حصل؟ أنت مستشار للحزب الديمقراطي الكردستاني، تفضل. نعم، أكيد يعني الجانبين أكدوا على ضرورة التهدئة، وطبعا مبادرة السيد الحكيم مبادرة واسعة بحاجة إلى نقاش تفاصيل كثيرة، وأكيد يعني أنا بتقدير السيد الحكيم لم يطلق هذه المبادرة عنوة، وإنما ناتج عن دراسة وتواصل سواء داخل الإطار، وعلى ضوء أعتقد يعني أيضا بحث مع الرئيس مسعود بارزاني، وأيضا مع سيد نيتشيرفان بارزاني، و يعني يريد أن يسوق لهذه المبادرة ويوضح وجهة نظره. يعني ربما أنا بتقدير ربما يراها إطار منفذ للخروج من هذه الأزمة. طيب، والأيام القادمة والأسابيع القادمة راح توضح لنا. أنتوا قلتوا له راح ندرسها وراح نبحث بيها وممكن نرد عليك بالنتيجة. يجب أن يلقى قبولا داخل البيت الشيعي بالدرجة الأساس. طيب، وبعدها ماذا عن الاتفاق اللي ظهر بالإعلام أنه هناك اتفاق أو وثيقة، ما أعرف ممكن تساعدني بيها أنت، بين السيد مقتدى الصدر والحزب الديمقراطي الكردستاني وتقدم على قبل الانتخاب؟ هذا خلاص يعني ديليت. لا، ماكو اتفاق، اكو رؤى مشتركه، اكو تفاهمات، اما اتفاقات موقعه حسب معلوماتي ماكو اتفاقات موقعه الى هذه اللحظه، ولكن نحن لدينا رؤى مشتركه سواء مع الاخوه الصدريين، وايضا ولدينا تواصل معهم، ولدينا ايضا رؤى مشتركه مع دوله القانون وفيما يتعلق بالمرحله القادمه، حتى مع السيد عمار الحكيم. يعني لدينا رؤى مشتركة للمرحلة القادمة وكيف يجب إدارة العراق وعدم تكرار أخطاء السنوات الـ 18 الماضية فيما يتعلق بجميع الملفات سواء الاقتصادية، السياسية، الأمنية. لا يمكن استمرار الحكم في العراق بهذا الشكل، والمواطن العراقي يعاني. أعرف من خلالك أنه يعني تعرف الحزب الديمقراطي الكردستاني جدا مهم لأي خطوة مهمة في بغداد. أنتوا الآن بحديثك أنه أنتوا مو قريبين من أحد ولا بعيدين من أحد. لذلك نحن لم نتخندق مع أي جهة، وننتظر
التوافق داخل البيت الشيعي، وعلى ضوء ذلك نحن لدينا ستكون لدينا ورقة كردية تمثل إقليم كردستان وشعب كردستان، وسيكون هناك وفد تفاوضي كردي، وسيكون هناك تفاهم خصوصا بين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني بشأن هذه الورقة، وقريبا سيكون هناك اجتماع بين المكتب السياسي لحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، وعندها سيكون لنا رؤيتنا ومطالبنا الدستورية وحقوقنا الشرعية والدستورية مع الجهة التي ستكلف أو سيكون لديها مكلف بتشكيل الحكومة. هكذا سيكون موقفنا، يعني الأمر لا يتعلق بأننا نكون قريبين من الإخوة الصدريين أو دولة القانون أو الإطار التنسيقي. نحن سيكون لدينا تفاوض مع الجهة التي تقول أنا طيب. الذي سأشكل الحكومة، قد تكون هذه الجهة هما الطرفين. زين، أنا أريد أسأل شيء، أسئلة الدكتور يحيى، وأريد أيضا أنتقل إليك، بس أقول يعني الآن من خلال كلامكم أنه أنتم منتظرين توافق شيعي. طيب منو اللي يرضى برأيك يعني دكتور، يعني مثلا يأتي الصدريين مع المالكيين، يأتي الصدريين مع الحكيم مع العبادي، منو اللي ممكن يكون هو مرضي لدى الكتل، لدى القوى السنية ولدى الكتل؟ القضية ليست قضية يعني طبيعة الاصطفافات الممكنة، يعني الحديث هنا عن قرار شيعي. من اللي يمثله؟ هذا القرار تمثله الأغلبية، بمعنى الأغلبية التي تستطيع أن تتقدم إلى الأطراف الأخرى بتسمية شخص محدد هي قادرة على تمريره يعني مع الآخرين. الصدريين يعني والحكيم والعبادي. لا، يعني الصدريين مع العبادي كم يشكلون هنا القضية العددية مهمة جدا، يعني يعني أن تتحدث أنه 74 أصل 76 لن يعني شيئا. يعني هنا نتحدث عن كتلة كبيرة قادرة مع بالاتفاق مع الأطراف الأخرى أن تمرر رئيس مجلس النواب أولا ب 165 صوت، ثم تمرر رئيس الجمهورية سواء بالثلثين أو بالأغلبية، ثم تمرر رئيس مجلس الوزراء والوزراء تباعا. بمعنى نحن نتحدث هنا عن الكتلة الشيعية التي تمثل المكون الشيعي. لا أحد سيقبل باصطفافات ضمنية برأيك، لأنه هذا سيعني بين من مثلا، يعني بالتأكيد سيتم عزل الأطراف، يعني في كل يعني خذ كل رفرش للذاكرة الصدريين والدولة القانون الفاسد، خلي يصير رفرش للذاكرة، يعني ارجع إلى ما في العام 2005، في 2005 على سبيل المثال. يعني سنيا في العام 2005 كنا ما كتلتين رئيسيتين، جبهة التوافق كانت 44 مقعد، وجبهة الحوار. ذهب الجميع مع جبهة التوافق وتم تهميش جبهة الحوار وعزلها تماما. في العام 2010 عندما تم الاتفاق بين الصدريين والمالكي على الولاية الثانية تم تهميش المجلس الأعلى في حينها. لهذا نحن نتحدث هنا عن الكتلة التي تشكل النواة الكبرى التي مع الكرد ومع السنة قادرة على تمرير الباكيج الخاص بالرئاسات الثلاث. منو برأيك عند الشيعة مثلا دولة القانون والصدرين يمرروها؟ سأكون واضحا، لن تمر كتلة بدون هذا الثلاثي، سائرون الفتح دولة القانون. لماذا؟ لماذا دكتور الفتح ما عاد لها وجود؟ لا، لأنه من يتوهم أن المعادلة في العراق هي معادلة سياسية فهو لا يعرف شيء. هناك سلاح حاكم، وحملت السلاح قوتهم لا ترتبط بعدد المقاعد التي حصلوا عليها، وإنما ترتبط بالسلاح الذي يمتلكونه. ناقضت نفسك قبل شوي. أبداً. وبالتالي كنت تتحدثني عن مقاعد، هسه بديت تتحدث عن سلاح. لا، اسمح لي. عندما كنت أتحدث عن مقاعد كنت أتحدث عن المقاعد الشيعية التي تشكل الكتلة الأكبر التي تستطيع تمرير الباكيج الخاص بالرئاسات الثلاث. أما عندما نتحدث هنا عن الصراع الشيعي نتحدث هنا عن صراع لا تحكمه السياسة فقط وإنما يحكمه السلاح، وبالتالي قوة أي طرف لا ترتبط بعدد المقاعد التي يمتلكها فقط، طيب، وإنما طبيعة السلاح الذي يحمله وطبيعة علاقات الإقليمية وعلاقات الدولية. لهذا لن يتم تهميش الفتح،
لن يستطيع أحد أن يخرج الفتح من المعادلة. مقاعد الصدر والسلاح سرايا السلام مو كافي؟ إذن أنت تذهب إلى مواجهة شيعية لن يقبل بها أحد. يعني الحديث عن بالتأكيد يعني السلاح يمتلكه سائرون أيضا، يعني سائرون أيضا ليس طرفا سياسيا فقط وإنما طرف مسلح، بالتالي لن يحكم السلاح السلاح. قصدي لا لا لاحظ، هذه قضية، قصدي خلينا نتفق على شيء، ما الشيعة المكون الشيعي ما راح يتفقون كلهم. عزيزي سأعطيك مثال بسيط جدا حدث في العراق في العام 2013 في انتخابات كردستان، عندما خسر الاتحاد الوطني وفاز التغيير في حينها غوران بالنسبة الأكبر وذهب إلى تحالف مع الحزب الديمقراطي. هل خسر الاتحاد سلطته في السليمانية عندما خسر الانتخابات؟ لا أبدا، لأن السلاح هو الذي يحكم. طيب أستاذ مسعود، أريد أقول المكون الشيعي أكو أطراف راح تطلع به، يعني زين من اللي يرضي الجانب الكردي؟ يعني من اللي يأتي إلى أربيل ويكون مقنع إلى البارتي أنه خلاص ممكن نتماشى ويا لتشكيل الحكومة؟ أن يأتي الصدر مع من مثلا؟ يعني بتقديري إذا نحسب حساب رياضي، الكرد 50 مقعد، الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني، الإخوة السنة 43 إلى 50 مقعد. أي. إذا من داخل البيت الشيعي أي طرف يستطيع جمع 100 إلى 120 مقعد، بتقديري ممكن أن ممكن تمضون أن يعلن بأنه ممكن، يعني ممكن أن يعلن طبعا بعد إعلان نتائج ومصادقة المحكمة هاي الإجراءات الدستورية، وبعد أول جلسة تعلن هذه الجهة بأنها تملك 100 إلى 120 مقعد. بتقديري هذه الجهة حسب السياقات الدستورية لها الحق أن تبدأ بالمفاوضات مع المكونات الأخرى، لأنه إحنا أي كتلة أي جهة تريد تشكيل الحكومة إذا ما تجمع بحدود 200 210 مقاعد داخل مجلس النواب لا يمكن أن تضمن حكومة مستقرة وحكومة مدعومة بقوة من قبل السلطة التشريعية، وبالتالي هذه الحكومة ستبقى هشة وضعيفة. طيب. ولا تستطيع أن تؤدي المهام اللي عليها. طيب سؤال مرة أخرى، أنا بس إذا تسمح لي أكمل هذه الجملة. العراق في هذه المرحلة من حكمه بدون توافقات سياسية داخل البيت الشيعي باعتقادي لا يمكن أن يحصل على حكومة تستطيع أن تكمل 4 سنوات. طيب سؤالي، يعني هسه القصة بيد البيت الشيعي هنيالهم. سؤال استاذ مسعود، اقول يعني ليش ما انتم تختارون طرف، يعني سواء القوى الكرديه مع القوى السنيه، يعني ممكن انه انتم تتسايرون تتماشون مع الكتله الصدريه وتشكلون حكومه، ممكن ايضا تروحون مع الاطار التنسيقي وتشكلون حكومه، ليش ما تفرضون شروطكم؟ أستاذ عدنان، إحنا والإخوة السنة إذا ذهبنا مع أحد الأطراف سوف لن نساهم في الاستقرار السياسي والأمني الذي يريده المواطن العراقي والذي نريده جميعا كأحزاب وزعامات وكتل سياسية، لأنه العقلية الموجودة إلى هذه اللحظة هي عقلية أو منطق القوة والسلاح وفرض الإرادة. أنا ذكرت في منابر أخرى أنه قبل الانتخابات قلت الخاسر أو الذي لا يحصل على المقاعد الذي هو يتمناه سوف لن يقبل بنتائج الانتخابات، وهذا اليوم احنا دا نشوف هذا الشيء. كل واحد جاي ويطعن بالمفوضية، يطعن بنزاهة المفوضية، يطعن بقانون الانتخابات. الخسارة يعني ما صايرة ثقافة سياسية للسياسيين في الدولة العراقية، لأن الممارسة الديمقراطية في العراق هي ممارسة حديثة، لذلك نحن بحاجة إلى
الوصول إلى توافق وتفاهم داخل البيت الشيعي حتى نضمن حكومة مستقرة تستطيع أن تكمل 4 سنوات. ما نرجع إلى مظاهرات تشرين ومرة مظاهرات تشرينين وبعدين حتى الآن قبل تشكيل الحكومة شفنا مظاهرات الإطار التنسيقي يجيبون مسلحيهم ويقولون دولة مدنيين ومظاهرات وصلح اصطدامات وعدم استقرار. والشعب العراقي يريد الاستقرار، يريد يعيش. العراق بلد بكل الإمكانيات المادية والاقتصادية والطاقة البشرية، فقط بحاجة إلى إدارة صحيحة. طيب. لذلك نحن نقول لن نذهب مع أحد، ونريد أن نضمن أن نكون نحن صمام يعني أمان واستقرار العملية السياسية. خليني ألحب هاي النقطة، أنه هي يعني فكرة تراودني أنه ليش السنة والكرد مثلا ما يستغلون الفرصة أنه خلاص أنا أستجيب لمطالب التيار الصدري وأروح وياه لتشكيل الحكومة والمقاعد متوفرة، لأنهم يعلمون أروح مع الإطار التنسيقي، لأنهم يعلمون تماما أن هناك صراع هوياتي في العراق، وهذا الصراع الهوياتي لن يتيح لهم أن يفرضوا شروطا على أحد. بمعنى يعني لن يستطيع الكرد أن يحصلوا من لا من السائرون ولا من الإطار التنسيقي إذا ما ذهبوا معه على المطالب الخاصة بتنفيذ المادة 140 على سبيل المثال متعلقة بالمناطق المتنازع عليها، أو قضية النفط، أو قضية البيشمركة، أو قضية الموازنة. يعني هنا لن يستطيع أي طرف شيعي أن يذهب مع الكرد في هذا الإطار. كما قلت، وهم إمكانية الحديث عن تحالفات عابرة للهويات يجب أن نغادره. هناك صراع هوياتي حاد في العراق، وهذا يفرض على الجميع تخندقات هوياتية، وبالتالي لن يستطيع أحد أن يعقد صفقة مع الطرف الآخر. نقطة راس السطر. وهم أغلبية وطنية، وهم بالمطلق وهم. طيب سيد مقتدى، أنا يعني أكيد يعني إذا تشوف تغريداتهم وهم مصرين على حكومة الأغلبية. لأعود أيضا بالذاكرة قليلا، من أول من طرح فكرة الأغلبية السياسية؟ السيد المالكي في العام 2009. وعندما جئنا إلى العام 2010 وخسر الانتخابات مقابل العراقية، ذهب مهرولا لتشكيل التحالف الوطني للحصول على منصب رئيس مجلس الوزراء. تتذكر أيضا ما الذي فعله الصدريون في العام 2010 عندما كانوا يعارضون فكرة عودة السيد المالكي لولاية ثانية، ولكن في النهاية بسبب ضغوطات إيرانية اعترف بها السيد مقتدى الصدر صراحة في يعني رسالته الهدف النبيل من زيارة أربيل، وفي أيضا حصل على مكسب سياسي عندما حصل على ضعف حصته من الوزارات. يعني كان يجب أن يكون للتيار الصدري في العام 2010 4 وزارات، بسبب قبوله بولاية ثانية للسيد المالكي حصل على 8 وزارات في حينها. لنذهب إلى العام 2014، ارجع إلى كل الحديث عن حكومة الأغلبية الوطنية، بالنهاية اكتشفت جميع أنه هذا وهم. في العام 2018 عدنا إلى فكرة الأغلبية السياسية في إطار صراع الإصلاح البناء، ثم انتهينا إلى صفقة شيعية ثنائية حكمت الجميع. لهذا حقيقة يعني استخدام قضية الأغلبية الوطنية، أولا لاحظ السيد مقتدى الصدر هو الوحيد الذي يتحدث، لم يكن هناك أي طرف كردي تحدث بهذا الموضوع، وليس هناك أي طرف سني تحدث بهذا الموضوع. هو الذي انفرد في هذه. شنو مصلحته في قصة ضغط؟ يعني هو يريد أن يرفع سقف المطالب، هو يعلم جيدا، أنا كتبت هذا وقلت عشرات المرات، السيد مقتدى الصدر يعلم يقينا أنه لن يكون هناك رئيس وزراء صدري قح، لا في هذه الانتخابات ولا بعد 3 انتخابات قادمة، لكن هو يريد أن يرفع سقف المطالب إلى أقصى حد لكي يحصل على أكبر عدد من المكاسب على مستوى الحكومة، على مستوى المناصب، وهذا طبيعي في السياسة. لهذا نحن نتحدث هنا عن أوراق للتفاوض، عن تصريحات متعلقة بالتفاوض، ولكن في النهاية المعادلة التي ستحكم العراق هي المعادلة الهوياتية. الهويات. توافق شيعي شيعي يذهب إلى يعني دائما ما أسميها صفقات وليس اتفاقات. صفقات مع الكرد ومع السنة لكي يمر باكيج الرئاسات الثلاث. طيب أستاذ مسعود، يعني الآن الوضع يعني بعد 10 أيام، يعني أستاذ هوشيار تحدث ب منتدى الأمن والسلام اليوم أنه خلال 10 أيام الأزمة راح تكون ضاغطة بشكل كبير، أنه
لازم هناك حلول لهذا الوضع، يعني لا الكرد ينتظرون كثيرا ولا حتى القوى السنية، أكو ضغط شديد. شنو المخرج برأيك، أو شنو المخرج اللي ممكن أن تتجه له القوى الشيعية؟ إيران. شيء ماكو غيره؟ ما شوية هالشكل؟ لا يعني خلينا حتى نكون حتى نكون صريحين يعني. بس مو بهالشكل يعني مو. إيه. زين نروح لإيران شو نسوي؟ إيه. إذا كمل شلون يعني؟ إيه. الفاعل الإقليمي. إيه إيران. الفاعل الإقليمي واضح يعني وجوده. أنا يعني بصراحة الفاعل الإقليمي ينتظر إلى أن يضغط الطرفين زين. بكل قوة زين. ثم الحالة اللي احنا واصلين لها الآن الانسداد السياسي، ويلجأ الجميع داخل البيت الشيعي إلى إيران الجارة الشرقية. أنا عندي مجساتنا الخاصة أستاذ مسعود لمعالجة الأزمة السياسية داخل البيت الشيعي. معلومة أنه إيران ما تريد الأزمة تنحل الآن، ما عندها لا، هي دائما تنتظر إلى اللحظة الأخيرة. الإيرانيون صبورون جدا وأذكياء جدا. هي تريد لا الآن استقرار العراق مهم لا بالنسبة لها. الإيرانيين الآن ما من همكين هواية وي هذا الموضوع، تاركي عايفي أنه خلي يطول له سنة بعد. بس هذا تكتيك مو استراتيجية. الاستراتيجية يجب أن يتم معالجة هذا الأمر، ويجب تشكيل حكومة إلى أن 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 يفقد الطرفين كل أوراق الضغط، ثم يتدخلون للوساطة والتوافق. طبعا سأضيف هنا يعني بالتأكيد إيران هي الفاعل الأساسي، ولكن أيضا هناك دور للنجف، يعني النجف ومرجعية السيد السيستاني هي أيضا لن تسمح. مبتعدين الناس مبتعدين، يعني بالنهاية في اللحظة الحاسمة سيكون هناك تدخل كما حصل في العام 2014 عندما كنا لحظة في العام 2005 كنا 2005 بعد انتخابات عام 2005، في العام 2006 كنا أمام انسداد سياسي تام عندما اختار البيت الشيعي السيد إبراهيم الجعفري لرئاسة الوزراء، وكان مرفوضا كرديا ومرفوضا سنيا، وأصر الصر في حينها يعني في حين كان التحالف الوطني على تسميته. تدخل السيستاني في اللحظة الأخيرة وغير المعادلة بإخراج السيد الجعفري من المعادلة، وأيضا الأمريكان كان لهم دور في هذا. في العام 2014 أنت تعرف ما الذي حدث أيضا لولا تدخل المباشر لسيد، لهذا أيضا النجف عندما سترى أن هذا الانسداد السياسي لا أفق له ستتحرك، ولديها يعني وسائلها الخاصة للتحرك حتى وإن كان بطريقة غير مباشرة. طيب يعني بمعنى أنه أستاذ مسعود ننطي سنة بعد للحكومة، سنة ممكن؟ لا أنا ما أعتقد، يعني أنا بتقديري مثل ما ذكر أستاذ الدكتور يحيى أنه فعلا مرجعية السيد السيستاني وهذه التجارب موجودة قد لا تتدخل مباشرة، ولكنها عندما ترى أنه الأمور ذاهبة باتجاه التأزيم أكثر فأكثر، وأنه الوضع بعد ما يتحمل عدم التوصل إلى اتفاق داخل البيت الشيعي، فإنها ترسم خارطة الطريق للخروج من الأزمة. والأحزاب الشيعية بدون استثناء لن يخرجوا عن رؤية مرجعية السيد السيستاني فيما يتعلق بطرحه للحلول، يلتزمون به، بالإضافة إلى الفاعل الإقليمي مثل ما ذكرت. إيران لها دور كبير في العملية السياسية في العراق. طيب إيش عجب أكو وفدين كرديين زاروا بغداد، يعني ليش مو وفد واحد أستاذ مسعود؟ يعني وفد برئاسة السيد هوشيار ووفد برئاسة خالد شوان. طبيعي، لأنه أولاً لم يتم تحضير الورقة الكردية إلى هذه اللحظة، هناك تفاهمات، وهناك قبل كم يوم طبعا أولا بادر الحزب الديمقراطي الكردستاني بوفد برئاسة سيد فاضل ميراني بزيارة الأحزاب جميعا في كردستان، وقبل كم يوم زار السيد بافل طالباني الرئيس مسعود بارزاني، والجانبين أكدا على ضرورة
تحضير ورقة كردية وتمثيل الكرد بوفد رسمي واحد. هذه الوفود الحزبية هي للنقاش وتبادل الآراء ووجهات النظر وجس النبض، هذا الشيء طبيعي جدا. لكن بالنتيجة سيكون هناك عندما يصل الإخوة داخل البيت الشيعي إلى قرارهم فيما يتعلق بمرشح رئاسة الوزراء بس أنا لاحظت شيء أستاذ مسعود، تشكيل الحكومة يعني سيكون هناك وفد كردي. الدكتور يحيى يتحدث أنه ليس هناك اتفاق منجز بين تقدم وعزم لحد الآن، والكرد لحد الآن يرسلون وفدين إلى بغداد، ومن أتحدث وياك وأتحدث مع الدكتور يحيى مع الاحترام تقولون أنهم منتظرين الشيعة يحسمون أمرهم، في حين أنه لا الكرد ولا السنة حاسمين أمرهم لحد الآن، بس أنتوا تقولون خلي نستغل الوقت. لا احنا بالنسبه الى الكرد لا انا اختلف معك استاذ عدنان. نحن الكرد، المكتب السياسي للديمقراطي والمكتب السياسي للاتحاد الوطني اكدوا على توحيد الموقف، وسيتم عقد اجتماعات قريبا بين المكتبين السياسيين، وستكون هناك ورقه كرديه. لكن احنا لحد الان النتائج النهائيه غير معلنه، المحكمة الاتحادية لم تصادق على النتائج النهائية للانتخابات، يعني سابق لأوانا أن نقول هذه ورقتنا وإحنا حاضرين، ليش ما تتفقون؟ نحن بانتظار إعلان النتائج النهائية، مصادقة المحكمة الاتحادية، ويجب أن يتم عقد الجلسة الأولى لمجلس النواب. بس باقي لي 3 دقائق أنطيها مبادرة الحكيم، أعطيني رأيك بها دكتور. يعني حقيقة أنا قرأت المبادرة، يعني لا أعتقد أنها من السهولة يعني تمرير هكذا مبادرة، لأنها تعني عمليا نسف كل ما جرى، وهذا يعني لن يقبل به على الأقل الطرف الفائز. يعني الطرف الفائز يعتقد أنه هذه فرصة تاريخية له لكي يعني يستمتع بهذا الانتصار ويحول إلى مكاسب، وبالتالي لن يقبل بسهولة أن يذهب إلى يعني خسارة بعض المقاعد، يعني خاصة الفكرة اللي طرحها السيد الحكيم، وهي حقيقة فكرة مرتبطة بإشكالية القانون. يعني هاي قضية، يعني من يعيد قراءة النتائج سيكتشف أنه لا وجود لعدالة فيما يتعلق بعدد الأصوات وما يتعلق بعدد المقاعد، وهذا يعني يقدم حقيقة نقدا جوهريا لبنية القانون، لأنه يشترط بالقانون أن يوفر العدالة، عدالة التمثيل. عندما لا تحصل عدالة التمثيل ويحصل يعني طرف ما بأقل عدد من الأصوات بسبب ما كنت الانتخابية المنظمة والمدربة على أكبر عدد من المقاعد، ولا يحصل طرف آخر يعني بأصوات لا تقل كثيرا عن الطرف الأول ولكن يحصل على مقاعد قليلة، هناك مشكلة في عدالة التمثيل، خاصة في بلد هوياتي مثل العراق. يعني بعيدا عن قضية المقاعد يعني الشيعية السنية الكردية، هناك أيضا عدم عدالة في التوزيع الهوياتي. ليش سيد الحكيم اتجه ليش مبادرة وهي يعني أيضا هو مخالفة أنا أعتقد تجاوز. هو يعلم تماما أنه يعني نتائج الانتخابات أفرزت وضع أزمة، وبالتالي هو يريد أن يفكك هذه الأزمة. تفكيك هذه الأزمة هو بإعادة حساب علاقات القوة، ليس على أساس المقاعد وإنما على أساس الأصوات. يعني طبعا هذه معادلة حقيقة مرتبطة بإشكالية القانون، يعني لأنه هذا أولا يتطلب يعني أكو تجاوز قانوني ودستوري. يعني هو في العراق لا وجود لشيء اسمه دستور ولا وجود لشيء قانون، كل شيء يجري في الصفقات. يعني وبالتالي إذا ما حصلت هذه المبادرة على صفقة جيدة ستمر. يعني لا وجود لشيء اسمه الدستور في العراق، الدستور مجرد خرقة لا أكثر ولا أقل، تستخدم كأداة سياسية. والسيد الحكيم فاهم بشكل جيد، هو فاهم جيد بالتأكيد، هو يعرف أنه إذا ما كان بالإمكان عقد صفقة بهذا الاتجاه لن يلتفت أحد لا إلى الدستور ولا يلتفت أحد إلى القانون. أستاذ مسعود، عوف التليفون مرة ثانية، خلي أسلم عليك قبل لا أنا شنو خلاص أنا خلاص يعني خلاص ما عدنا شيء. راجعت المبادرة، بس اسمح لي
بس اسمح لي البرنامج خلص. يعني المبادرة بس دقيقة بس انطيني دقيقة أو 30 ثانية. المبادرة أكيد بها نقاط إيجابية وبها نقاط تتعارض مع مبدأ الانتخابات والديمقراطية. يعني على سبيل المثال في كندا أحزاب المعارضة مسيطرة على رئاسة اللجان للجان اللي مثلا إذا وزارة المالية موجودة عند الحكومة خلينا نقول كتل الحكومة رئاسة اللجنة المالية وأغلبية اللجنة المالية الموجودة لدى المعارضة حتى يخلق هذا التوازن اللي يتحدث عنه مبادرة السيد الحكيم وهو تفعيل لدور البرلمان ولدوره الرقابي. فبها نقاط إيجابية لكن يعني أنا أسأل كيف يمكن أن توزع المقاعد ممن تأخذ ولمن تنطي. هذا شكرا جزيلا أستاذ مسعود تجاوزت على الوقت وداحتك تجاوزت على الوقت أستاذ مسعود مستشار زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني. وطبعا على فكرة بس دكتور يحيى بالبرامج يعوف التليفون مو كان مطفي تليفونك؟ كان مطفي تليفونه شحناه 5% وجبناه له زين. سؤال شكرا للدكتور يحيى طبعا ونشحن لك مره ثانيه نشحن 100%. هل على القوى الكرديه والسنيه مواصله الانتظار ام الاسراع بحسم خياراتهم في التحالف مع الصدر او الاطار التنسيقي؟ سؤال حلقه اليوم اترككم مع اجاباتكم الملتقى يوم الاحد. شكرا لكم. لازم ندور عن غيمة صدرية قح.